تشارك انا وانت الان نعمل بقاله، اذا ما فيش اسهم، حصه وحصه. فلو فكرنا بنجيبش حصه ثالثه، ما فيش اسهم، او نروح نقترض من البنك، ما نقدرش احنا نطرح سندات شكل الشركه يقيدها. ما يفكركش للتعامل على السوق المالي. خلاص، اذا هذا نتكلم عنه بعد قليل لما نتكلم عن انواع الشركه. في مجال انك تبحث عن قروض من البنك. مش ضروري يكون كله ايش؟ اسهم وسندات، ممكن احنا نبحث عن قرض بنك او قروض بنكيه. صح ولا لا؟ اذا احنا قد لا نتعامل مع السوق المالي، بل بنروح يسمى هذا قطاع الخدمات الماليه. قطاع الخدمات الماليه زي البنوك، زي شركات التامين، زي شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار. انت ممكن بدل ما تروح السوق المالي تستثمر باسهم وسندات، تروح تدفع النقود لصندوق استثمار او شركه استثمار، وهو نيابه عنك ايش يعمل؟ يجري قرارات وعمليات الاستثمار. اذا نحن ممكن نتعامل مع السوق، او ممكن نتعامل بجانب السوق مع قطاع الماليه. تمام، ممكن نتعامل مع قطاع الخدمات الماليه. في شيء؟ ايش السؤال؟ Okay.
من اول صور سليمان مش صور وصور الناس حقنا انا طيب الحمد لله طيب اذا سريع سريع خلاص بس 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 اذا تعالوا نعود نتكلم عن انواع تمام الشركات خلاص انتهينا من هذا طيب تعالوا نشوف انواع الشركات وايش عشان لما نكون نتكلم في مرات مستقبليه يكون كلامنا مبسوط لكل شركة على حدة ما نعممش مش كله أسهم ولا كله سندات وأيضا ارتباط بالمسؤوليات أنواع منشآت الأعمال أول واحدة اللي تعرفوها وهي المنشأة الفردية هذه ما فيها الشركاء خلاص ما فيها الشركاء ما فيهاش لا أسهم ولا شركات ولا شيء من هذا القبيل لو احتاج صاحب منها تمويل ما فيش غير يروح يطلب منها صح ولا لا؟ ما يقدر يستلم أسهم ولا هو شركة يعني تضيف شريك يعمل شريك لكن اللي يهمنا هنا انه الشخصية الاعتبارية هنا مفقودة للشركة. الشخصية؟ الاعتبارية للشركة، يعني مثلا صاحب دكان. خليني اقول صاحب دكان. هل انا بروح اقول اشترك بقالة كذا؟ لو استأجرت ولا بقول استأجر صادق؟ انا بتعامل مع من بروح لصاحب الدكان اجي له المحل. بتعامل مع صادق. ما في شخصية معنوية للشركة. خلاص؟ ما في شخصية معنوية مستقلة للشركة، ما هيش كيان مستقل، أنا بقول جامعة تعز، لو قال ما جامعة تعز ومثل آخر. شخصية معنوية مستقلة، لكن أنا ما بعرفش أقول صاحب المنجو باع المنجو المحصول حقه ببوفية كذا، لا، باعه لسعيد، للمحمود، للمحمد، للتعامل مع شخص، شخصية معنوية غير موجودة. وهذا يصاحبه واللي يهمنا هنا احنا بنركز على الجانب المالي انه المسؤوليه عن الالتزامات غير محدوده. يعني المصادر افترض اتفاق البقاله 5 مليون وراس مالها 10 مليون لو قدر الله على حق البقاله وخلصت هل والخمسة مليون ما زالت عليه؟ هل بيسامحوه ويخليه يقول له خلاص البقاله انتهت ما باقيش ولا الموضوع شخصي ما يدور صادق يسلم؟ شخصي شخصية معنوية للشركة ما عندهاش الشركة تعامل مع الشخص ولذلك المسؤولية عن الالتزامات غير محدودة يعني ليست محدودة برأس المال إنما تطال الأموال الخاصة بالمال خلاص ليست محدودة برأس المال وإنما تطال الأموال الشخصية للمالك كذا مكتوب هذا معنى مسؤولية إيش؟ غير محدودة إذا هذه واحدة من ميزات الشركة المنشأة ليش المنشأة؟ لأن لها شخصية معنوية لا تقدرش تدخل في الصورة تقدر محصول لا تقدر سندات تمام وعلو في اي التزامات الالتزامات تكون مصاحبه لمن؟ للمالك وما لهاش تطال امواله الخاصه لما يزيد. طيب هذا خربنا الشغله والله خربنا الشتاء بادئ والمكيف عاد بدا يشتغل انا اعرف انك يا استاذ سليم لو اتصلت له اتصال بدك تعبك دوري يلا الآن في شكل آخر غير المنشأة الفردية بس يشبه بالمسؤولية غير المحدودة وهي شركة التضامن. شركة التضامن هي عبارة عن شخصين أو أكثر لا إفراد
اثنين او ثلاثة يعملوا شركة. تمام. شخصين أو أكثر يؤسسوا شركة. نحن الثلاثة الأخ صادق والأخ والأخ صدام نؤسس شركة. خلاص هذه الشركة نعمل العقد حقها أنها شركة تضامن، يعني إنه مسؤوليتنا وتضامنون نحن الثلاثة في المسؤولية عن التزامات الشركة بشكل غير محدود، بحيث إنه لو ما غطاش رأس المال ستطال هذه الالتزامات أحوالنا الخاصة، ولذلك تسمى شركة تضامن، لأن جميع الشركاء إيش؟ متضامنون. الله أعلم. طيب إذا الاثنين فصائل قومي تقوم جوارب قالت كذا تمام وصلت السبورة أصبحت على برنا البصر وليس كذلك. إذا الآن شركة التضامن قلنا أيضا المسؤولية عن الالتزامات غير محدودة. إذا هي عبارة هذه ما تحتاج تعريف، منشأة فردية نعرف انه يملك هذا. تمام. هي شركة أشخاص فردية فرد هذا واحد بس لا هي أشخاص ولا هي أموال، فرد ما فيش غيره. خلاص إذا لا في علاقة شخصية لأنه ما فيش غيره، ولا رابط مالي لأنه ما فيش غيره. هذا فرد شغل أشخاص ولا أموال فرد. فنقول منشأة إيش؟ منشأة الله يكرمك يا أستاذ سعود. هذا الله يسلمك. شريكين أو أكثر متضامنون. إيش معنى متضامنون؟ يعني مسؤوليتهم عن الالتزامات غير محدودة. غير محدودة. طيب كل واحد بيتحمل هذا بيتحمل الكل صح من المنشأة الفردية لأنه فرد الكل. خلينا نقول يا طيب إنه بعد إفلاس الشركة بعد الإفلاس كانت الالتزامات القائمة 3 مليون ريال. خلينا بالمنشأة الفردية من بيتحملها؟ الفرد واحد. المالك يتحمل هنا كم؟ في الأولى ما فيش غير واحد يتحمل. طيب في الثانية لو كانوا يا طيبين شريكين يتقاسموا رأس المال، خلي بالك بنسبة 2:1. قد يحصل التباس، إنما هو هكذا منظمة لا يصح لا يجوز، وهذا يسمى نصيب الأسد، إنه أنت تكون بالربح أكثر. هذا يسمى في القانون قاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق على نصيب الأسد. ما فيش حاجة اسمها لا انتصر. طيب بالربح انتصر. بحسب النسبة رأس المال الحين. ممتاز. بس إذا ما عطاش مثلاً الثاني ما عطاش يسدد الالتزامات اللي عنده. النيابة. النيابة. الشركة
التضامنية إن الشركة الشركات الآخرين يتحملون الأجزاء. أنا أعرف شركات تضامنية. يعني رأس المال ما فيش حق الشخص الآخر. فالباقي الشركاء التزموا بالالتزام الباقي. شوف أنا بقول لك هذه في حالة إنه كان معسر أو غائب. هو بهذه الحالة إنه معسر ما قدرش يدفع التزامات. ممتاز. فالشركاء الآخرين دفعون. ممتاز اللي تقول الآن سليم. أنا تقول إنه ما يشتيش يسدد. لا ما قدرش يدفع. لا يعني ما قدرش نعم. سامح صادق خلاص فلست أنا ما يشتيس. ما خلاص ليش قالوا التضامن يتحملوا بالتضامن التضامن بالربح ممتاز احنا الان نفترض الوضع الجد انه قادرين افتكرتك تقول اذا ما يشتيش اذا رفض لا اذا مش قادر لا اذا مش قادر يتحملوها بهذا الشركاء لانه ليش اسمهم متضامنين ولذلك لما تتعامل انت مع شركه تضامن تكون مستوى الطمانينه عندك اعلى من الشركات اللي هي غير التضامن اللي بنذكرها الان لأنك ضامن حقك بيجي خصوصاً لما تكون أنت عارف الشركاء أنهم قادرين على الدفع لديهم أموال تقدم إنها إيش؟ إنها تدفع طيب ثلاثة شركة توصية بسيطة شركة التوصية البسيطة هذه فيها متضامنون احنا الثلاثه متضامنون الاخ منير قال لنا يا جماعه انا افهم بالاداره عندي خبره بالسوق تاخذونا معكم بس ما بكونش متضامن خلاص ما بتحملش انا المسؤوليه زيكم بس تاخذوا ايش تديروا الشركه اشتغلوا زي ما بس خلينا انا كذا كاستشاري كخبير يعني وينفع بالاداره ممكن امسك معكم لو تشتغل خلاص او احتجنا بيسمعوا بيسال شاطر اكون بس اشتغلوا اعطونا قصتي بس انا بكون معكم في العقد غير متضامن يعني انا بتحمل الخسائر في حدود راس مالي بس هنا الشركه تصبح اسمها توصيه بسيطه اذا لما يضاف لنا الثلاثه المتضامنون شريك موصي تصبح اسمها شركه توصيه بسيطه لا لو دخل بالربح والخسارة احنا الحديث يا أخي الحديث فقط حول المسؤولية بس ربح وخسارة ولا ليش جاب الاسم وليش بيشتغل إدارة ليش عشان يشاهد في الربح والخسارة لكنه قال احنا بحاجة يحمل خبرته يحمل باسمه خلاص ونعرفه شخص طيب وما نشتيش واحد آخر ونشتي نروح البنك تعال معنا قال حاضر بس أنا بشارككم بحيث أكون غير متضامن وأكون موصي هذا يسمى شريك موصي يعني مسؤوليته محدودة يقول لك أنا بعطيك لكم 10 مليون بجيب لكم 10 مليون إن ربحتوا اعطيتوني أربعة خسرتوا بشارككم لو استهلكت الخسائر 10 مليون خلاص ماليش أكثر من كذا ماليش بدعمكم أنا 10 مليون سامي معكم إذا استهلكت الخسائر 10 مليون ما تحمل زيادة عليها فهنا يصبح اسم شريك موصي وهنا بيكون معنا فئتين من الشركاء شركاء متضامنون يتحملون شريك موصي ما يتحملش طيب إذا شركة توصية موصي تتكون ملكيتها من حصص شركاء متضامنون وموصونا طيب الآن بنعمل سهمين موصون أو سهم لهنا ومتضامنون سهم لهنا موصون مسؤوليتهم إيش عن الالتزامات محدودة بإيش برؤوس أموالهم بس أكثر شيء ممكن يفقده هو رأس ماله دون أن تطالب الالتزامات أموال الخاصة. طيب متضامنون قد عرفناهم فوق يا طيبين. الآن اللي تحت كرر اللي فوق ما بقيش جديد. هؤلاء
أيوة مسؤوليتهم عن